السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج فنجان علم بعد انقطاع أكثر من شهر ونصف نتيجة الانشغالات خارج عن الإرادة. أهلا بحضراتكم، وحلقة اليوم عن نقصان الرغبة في النشاط الجنسي لدى الرجال يؤدي إلى الموت المبكر. دراسة جديدة تم نشرها في جورنال مهم اسمه بلس بي ال او اس في يناير 2023، يعني تاريخ في هذا الشهر. الدراسة تمت على مجموعة من المتبرعين من الرجال والنساء. شملت الدراسة 21 ألف متبرع في عمر أكثر من 40 سنة. وكان شرط ان هم تم عليهم تشيك هيلث او فحص طبي سنويا لمده سنه السنوات اللي قبل الدراسه، ده كان الشرط الرئيسي، بالاضافه ان هم يكونوا اكثر من 40 سنه. وكانت الدراسه سالت سؤال، السؤال ده كان هو اساس الدراسه: هل لديك رغبه حاليا أو في الجنس مع الجنس الآخر طبعا، لأن الدراسة استبعدت الشواذ الجنسية. ده كان السؤال: هل لديك رغبة حاليا في هذه الأيام في الرغبة في الجنس أم لا؟ كان الإجابة أدت إلى إيه؟ أدت إلى إن 16% من السيدات اللي هم اشتركوا في الدراسة اللي ابدوا ان هم عندهم نقصان في الرغبه الجنسيه او عدم الرغبه الجنسيه، و8% من الرجال ابدوا ان هم عندهم نقصان في الرغبه الجنسيه. ولكن الدراسه لقت ايه بقى؟ لقت ان العلاقه ما بين الموت المبكر وما بين نقصان الرغبه الجنسيه هو فقط عند الرجال وليس عند النساء، ولم تظهر الدراسة السبب، يعني ما قدرتش تصل إلى السبب وراء هذا الاختلاف. ليه الرجال فقط، ليه الرجالة وليس السيدات، مع أن الاثنين أبدوا إن هم عندهم نقصان معنوي في النشاط الجنسي تجاه الجنس الآخر. طبعا 21,000 ده عدد يعتبر في دراسة زي دي كويس، ولكن طبعا الباحثين قالوا ان ده محتاج دراسات مستقبلية يكون فيها عدد اكبر ويكون فيها في بلاد اخرى، يعني لان دي كانت تم دراستها على متبرعين في جزيرة او في سوري في محافظة ياماجاتا. محافظة ياماجاتا من المحافظات المشهورة بجمال الطبيعة وبالهوت سبرينج وبالمعابد، يعني مشهورة جدا في اليابان. فطبعا نتيجة الدراسة يعني مهمة جدا لأنها بتلقي الضوء على العلاقة ما بين النشاط الجنسي والرغبة، يعني الرغبة في النشاط الجنسي في عدم هي موجودة أم لا، وما بين الموت المبكر. طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكل أجل كتاب، ولكنها أسباب، وربنا جعل العلم والعلماء عشان يبحثوا عن هذه الأسباب، لكن في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا دراسة دي على 21,000 شملت رجال وشملت سيدات وعند سن أكبر من 40 وتصل إلى هذه النتيجة، فيجب أن هي تؤخذ بجدية وبحذر، ويجب إعادتها على في دول تانية وعلى أماكن تانية حتى في نفس المدينة اللي هي اليابان. الدراسة ما لقتش العلاقة، لا ما لقتش في دور لا للتعليم ولا الوزن ولا السن ولا ضغط الدم ولا السكر ولا التدخين ولا شرب الكحولات ولا معدل الضحك، قاسوا حتى معدل الضحك عند الناس دي، ولا الضغط النفسي ولا الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية ده طبعا احنا مجتمعنا طبعا المفروض المتزوج، يعني لان احنا بنتكلم عن النشاط الجنسي والرغبة الجنسية. طبعا الرغبة الجنسية ممكن تقاس برضو عند الناس اللي هم مش متزوجين، لكن هي عندهم شملت المتزوجين والغير المتزوجين اللي هم فوق ال 40 سنه، واستبعدت
زي ما قلت الحق الشواذ جنسي. فما لقتش العوامل دي اللي انا قلتها، لا التدخين ولا الوزن ولا السن اللي هو فوق 40 يعني، ولا معدل الضحك ولا الضغط النفسي ولا شرب الكحولات ولا ضغط الدم ولا السكر، لا علاقة. أمال وجدوا عندهم إيه؟ وجدوا عندهم ثلاث حاجات فيها خلل. أول حاجة اللي هي المواد الالتهابية، اللي هي مسؤولة عن حدوث الالتهابات. الحاجة الثانية الخلل في الخلايا المناعية سواء في العدد أو النشاط. ثالث حاجة النواقل العصبية، اللي هي طبعا بتؤدي، اللي هي مسؤولة عن نشاط المخ. وفي على العموم وجدوا ان ده له علاقه باللايف ستايل بتاع الناس دي، اللي هم ابدوا نقصان في الرغبه او عدم الرغبه في النشاط، او نقصان شديد في النشاط الجنسي. لقوه مرتبط باللايف ستايل، بالصحه العامه بتاع اللايف ستايل. طبعا ما خدتش الدراسه دي، من عيوب الدراسه دي ان هي ما خدتش في الحسبان العلاجات اللي ممكن ياخدها الناس دول وتؤثر على طبعا الرغبه الجنسيه، لان في علاجات وفي امراض عصبيه ممكن تؤثر على الرغبه الجنسيه بطريق غير مباشر. ما خدوهاش في الحسبان، ولكن قالوا ان ممكن في الدراسات القادمه يشوفوا دور هذه الادويه وهذه الأمراض بعينها اللي هي بتؤدي إلى الرغبة الجنسية تقل. في كندا عاملين مبادرة رائعة جدا اسمها ايجينج ويل. ايجينج ويل معناه إن هو بتدعو إلى العمر الصحي أيا كان بقى العمر، خاصة كل ما يتقدم يعني. ومع إن الدراسة دي حديثة من شهر، إلا إن كندا خدت في الحسبان احد محاور او المعايير اللي بيقيسوها في الايدجينج ويل، اللي هي النشاط الجنسي، الرغبه الجنسيه. ووجدوا، وطبعا في المبادره دي بيدعوا دايما، بيحسوا او بيجدوا ان الرغبه الجنسيه متعلقه باللايف ستايل، ولذلك اشتغلوا على هذا الجزء. ولذلك اليابانيين هيقوموا في القريب العاجل بعمل مبادرة خاصة بهذا الموضوع، اللي هو المحور الجديد أو المعيار الجديد اللي هو الأداء الجنسي. ده كان حلقة اليوم من فنجان علم، وأتمنى أن أكون نالت إعجابكم. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج فنجان علم، وكان معكم دكتور محمد لبيب سالم.